صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسلامة. كعادة كل يوم أربعاء كتكون حاضرة معنا ومرافقني الدكتورة نائلة درعو اللي هي طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. صباح الخير دكتورة نائلة. صباح النور عفوا. أهلا وسهلا منورة كالعادة ما شاء الله عليك. أهلا بك وأنت كذلك. أهلا وسهلا. شوف دكتورة نائلة، بعض الناس لأنه الحمد لله تواصل مع المستمعين الكرام دائما كيكون من خلال الصفحات ديالنا ديال البرنامج مواقع التواصل الاجتماعي، هاد الأمور كلها، كذلك موقع medradio.ma، فالتواصل مفتوح مع المستمعين الكرام. لما كيشوفوا الصور ديال الأخصائيين اللي كيكونوا معنا في الصحة والسلامة كيقول لك سبحان الله كاين ناس اللي من الوجه ديالهم كتعرف التخصص ديالهم. دكتورة نائلة يعني ما شاء الله بيننا دكتورة ديال الأمراض الجلدية وإن شاء الله يبارك فيك. مرحبا بك معنا دكتورة نائلة. اليوم الموضوع ديالنا مهم وعنده من الأهمية، فاحنا دائما كنقولوا أنه من خلال تصرف ديال المستمعين الكرام خصوصا في الحلقات المفتوحة. الأسبوع ديال الحلقات المفتوحة كيساعدنا كثير لأنه كنجسوا النبض ديال المستمعين الكرام، كنشوفوا أكثر التساؤلات اللي كتكون. إلى لاحظتي دكتور نائلة الموضوع ديال الصدفية كيكون من أكثر المواضيع اللي كتطرح دائما من خلال الحلقات المفتوحة. ربما هذا الشيء اللي خلاك دكتور نائلة تقترحي يكون هو الموضوع ديال اليوم. غنتكلموا على الصدفية بطبيعة الحال، الشكل ديالها، ربما المشكل مازال فين كاين دكتور نائلة، الخلط ما بين صدفية وأمراض جلدية أخرى. فاليوم إن شاء الله نوضحوا أكثر باش الخلط ولا داك الالتباس ما يبقاش عند المستمع الكريم. غنعرفوا الأعراض ديالها الأولى كيفاش كتبان، شكون هما أكثر الناس اللي معرضين، الطرق ديال العلاج كذلك، واش كاينه طرق ديال الوقاية من الصدفية. إن شاء الله كلها أسئلة نجاوبوا عليها في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. أكيد أرقام التواصل معكم غتكون مفتوحة، هي 0522 46 72 50 51 أو 52. وما تنسوش كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080، كتبوا فقط كلمة صحة في أول SMS أو للرسالة اللي غادي نتبعتوا بها، خليوا فرق صغير وبعثوا بسؤالكم في رسالة قصيرة SMS للرقم 5080. دكتورة نائلة في البداية الصدفية بشرح بسيط كيف معوتينا دائما المستمعين الكرام يعني مشكل صحي ومرض جلدي أشنو هو؟ ألوغ الصدفية وغير باش نكمل التقديم ديالك اللي كان فريمون في المستوى، هو انه مرض اللي كثير داكشي علاش الناس دائما كيسولون عليها، لانها كتصيب بزاف الناس، وتقريبا راه حصلت من 5 حتى 13% ديال الناس كيقدروا يتصابوا بمرض الصدفية. الصدفية في بعض الحالات افيكتيفمون كيكون خلط مع بعض الامراض، ولكن في اغلبية الاحيان الناس كيكونوا عارفين عندهم الصدفية لان كيبقاو ديزاني وهما عندهم دوك النوبات اللي كتجي وكتمشي. الشكل ديال الصدفية هو عبارة عن بقعة كتكون حمراء فوق منها قشرة البيضة اللي غليظة واللي كتكون لاصقة على الجلد، وملي كنحاولوا أننا نحيدوها بحال كيبان لنا أن الدم غادي يخرج، ميمسي ما كيكونش واحد الدم، كيبان لنا أن التحت حمر بزاف واحد الصورة كبيرة. صدفية كتصيب بعض المواقع بطريقة أكثر من أخرى، بحال المرافق، بحال الجنور الركابي، بحال الجلدة ديال الشعر، دونك غالبا ما كتكون في هاد ثلاثة ديال الأماكن. بالعين المجردة يمكن لنا كنعرفوا شنو هي صدفية. في حالات قليلة كيمكننا نتاجئوا أننا ناخدوا عينة من الجلدة ونصيفطوها تشرح في تحلل في مختبر ديال التشريح الطبي. فإنت في هاد الحالات قليلة ملي كتجي صدفية لأول مرة وخا كتبان لنا حنا كإخصائيين وكنعرفوها، ولكن كيكون الواقع ديال لأنك تأنونسي واحد المرض مزمن للناس كيخصهم ضروري يتأكدوا وكيكونوا تاوما كيبحثوا على داك التأكد، حيت دائما كيبقى عندهم ولا ما كانش هي. علاش كاين هاد التخوف وعلاش؟ لأن دائما كنقولوا في لي ميساج وبلا ما نقولوها حنا كإخصائيين، مي لي مشينا غير الانترنت وأنا طابي صدفية، كديك الساعة كتبان لنا أنها مرض مزمن، أنه مرض عائلي، وفعلا كاين 30% ديال الحالات العائلية، أن ما كاينش واحد العلاج فعلي اللي غيهنينا منها. العلاجات اللي موجودة كلها واللي غنتحدثوا عليها من الأول للآخر كتمكن من المريض أنه يفوت النوبة اللي فيه أو لابوسي، ولكن جامي ما كنقولوا لهذا السيد راه ولا السيدة ما عمر ما غتبقى تجيك الصدفية. عندها علاقة بعوامل داخلية كثيرة، تكلمتي قبيلة على الوقاية، نقدروا ملي كنعرفوا العوامل اللي كتأثر على الصدفية نقدروا نديروا واحد ليفور باش نتحكموا فيها، والمريض هنا هو اللي لا كلي تاع لو تريتمون، هو المفتاح. لأن لو باسيون ملي كيعرف المرض ديالو كناخذوا الوقت باش نقنعوه، كاين بعض المرات كيكون رافض انه يعرف هذا المرض وكيحاول يشوف اطباء اخرين لعل وعلا يلقى شي طبيب يقول له الله ماشي هي، ولا يلقى عنده واحد العلاج سحري. دونك ملي كيكون داك التقبل تاع المرض، ملي كتكون معرفه شامله باسباب الخارجيه اللي كتسبب في
نوبات، معرفة بالمرض، معرفة بمسائل بسيطة اللي كيمكن لها أن تخرج الناس من هذيك الحالة تاع النوبة. دونك زائد أن فاش كتكون واحد النوبة خاص الإنسان يلتاجئ هنا للطبيب المتخصص باش يعطيه علاج، باش يعرف معاه علاش جاتو هاد النوبة، لأن كتكون عوامل أخرى. دونك هنا كنشوفوا هاد الناس كيكون واحد التقبل واحد التعايش مع المرض اللي كيخليهم ما كيبقاوش يجيوهم النوبات بزاف، كيعيشوا حياتهم بطريقة عادية وبحال كيغلبوه. دونك أنا دائما كنقول هاد الإكسبرسيون، واش المرض غلبك ولا غلبتيه؟ وكاين الناس اللي كيغلبوه بمناعتهم، بتفكيرهم، بطرقهم، بشخصيتهم أوسي. كنشوفوا بعض الشخصيات المترددة والشخصيات اللي كتكون شوية مهتزة وسونسيبل كيبقاو يعانيوا بداك الصدفية، وعاد أون بلوس كيتزاد عليهم النظرة ديال الناس، وعاد كيدخلوا في واحد الدوامة اللي نفسيتهم ما حتى كتدهور، وحتى الصدفية ما كتبغيش تعالج. نعم، السن كيلعب دور كذلك دكتور نائلة أو لا؟ ممكن نشوفوها مثلا عند أطفال؟ وي فعلا، لو عند الرضع كيمكن ليها تبان من الأول، ولكن في الأول كنكونوا دابوغ ما كنقدروش نتكلموا على صدفية مطلقا، بحال مثلا بالنسبة للضيقة كنتسناو حتى لواحد السن عاد كنتكلموا عليها. مي كتقدر العلامات كتبدا في الأول، وكتبدا غالبا في المنطقة ديال لاكوش الحفاضات. غير هي كيكون الخلط بينها وبين واحد المرض راه كنا شفناه اللي سميتو لا ديرماتيت سيبوغييك أو الالتهاب الدهني الجلدي اللي كيجي الرضع بزاف في هذا السن، وكيبان بالقشرة الحليب اللي كتبقى وبالطياب اللي كيكون في التنيات زائد الطياب في المنطقة ديال الحفاضات. بعض المرات كنخلطوه حتى مع لا ديرماتيت اتوبيك أو الحساسية الجلدية. دونك لذلك عند الرضيع ما كان بخونونسيوش هذا المرض ديك الساعة. لونفونس قد ما الصدفية بدات كتبان في الصغر بزاف، الوغ قد ما يعني سورتو الحالات ديال الصغر كيقدر بعض المرات كتعالج وما كتبقاش تعاود ترجع، لأنك ولكن إلا كان قل من 20 عام الإنسان فايتلو أنه تصاب بطريقة كثيرة في الجسم ديالو كله، هاد الحالات هي اللي كتكون شوية كتطول وكتكون كثيرة دائما، وكتبقى حتى النوبات كتجي دائما بكثرة. بالنسبة للأطفال كذا، من العوامل حيت تكلمنا على العوامل اللي كتأثر فيها، من العوامل اللي كتكون عند الأطفال وخص دائما المتخصص يبحثها هي التعفنات البكتيريا، وسورتو الإصابة بالبكتيريا اللي كدير الحلاقم لو ستريبتوكوك اللي كدير الحلاقم لي زونجين، ولا كتعطينا حتى الرواح بعض المرات، ولا سيلان في النيف. دونك ملي كتكون هاد التعفن انفيكسيون تاع الحراره بهذا، وجوست ابري كيتبعها ظهور نوبه تاع الصدفيه، العلاج ديال هاد التعفن كيمكننا كذلك باش نتحكموا من ديك النوبه اللي كتجي. وغالبا النوبات اللي كيكونوا من بعد دي انفيكسيون كيكونوا على شكل نقيطات، ماشي دوك لي بلاك الدايرين اللي فهاد المناطق، بحال نقيطات وهما حمرين وفيهم ديك القشره البيضاء، كتجي هاد لا فورم خاصة للأطفال. العوامل الخارجية كذلك اللي تكلمنا عليها واللي مهم أننا نعرفها ونتحكموا فيها، أولا عامل ديال لو ستريس. يعني غنتخيلوا الصدفية بحال عندنا الاستعداد الجيني باش تكون عندنا، ياك عندنا في الكروموزومات ديالنا اون بورت هذاك لو جين هو اللي كيمكن انه ينسخ لنا لا مالادي. الاستنساخ تاع هذاك المرض ما غاديش يبان الا كان واحد العوامل هي اللي غتخليه يتستنسخ لاول مره في الحياه. شنو هو هذاك العوامل؟ اولا خصنا نعرفوا بان كاين الحالات عائليه كتوصل 30% ديال الحالات الصدفيه هي حالات عائليه. العوامل اللي كيمكن لها انها تخرج وتنسخوا باش يشوف باش ديك الصدفيه غادي تشوف الوجود هي عوامل نفسيه بالدرجه الاولى. غالبا ما كيكون واحد الصدمه ان شوك افكتيف، اما مثلا بالنسبه للاطفال زياده ديال الولد الثاني اللي كياخذ الاهتمام ديال الابوين ديالو، اما واحد لا شك في المدرسه، اما نوعيه تاع شخصيه بدون ما تكون مشاكل، شخصيه ضعيفه سنسيبل حساسه اللي حتى هي كتاثر بزاف في الحياه اليوميه وسورتو في هذا العصر. دونك يكون دائما ان شوك ولا طلاق ولا موت ولا هذا، دونك ان شوك افكتيف. ثانيا كيكون عوامل اخرى مثل الفخوتمون، الحكان بالكيس، والحكان مسائل اخرى بحال الناس باغ اكزومبل كيصبنوا بيديهم ولا كيحكوا شي، هذا كيسبب في ظهور النوبه ديال الصدفيه، لانه اولا الحكان كيخلي لابوتولي ناشفه اكثر. ثانيا كاين واحد الفينومين كيتسمى لو فينومين دو كوبنغ، يعني ان البلاصه اللي حكينا عند واحد الانسان فيه الصدفيه تقدر تولي هذيك البلاصه كلها فيها هذيك الصدفيه. دايغ بعض المرات كتكون الصدفيه دايره بحال جرحه باغ اكزومبل غتمشي لينا في الاتجاه لو تراجي ديال هذيك الجرحه. كذلك ارتفاع الوزن، الوغ السمنه ديريكتومون عندها علاقه ديريكت مباشره مع ظهور الصدفيه عند واحد الانسان اللي عنده الجين تاع الصدفيه. كذلك استعمال الكحول والسيجاره
هي ديريكتومون كتعطينا واحد الخلايا الالتهابيه كتاكتيفا كتفيق وكتعطينا ظهور صدفيه. يعني الا حيدنا هذه المسائل عند واحد الانسان اللي عنده استعداد. تكلمنا على الامراض التعفنيه خاصه عند الاطفال. كاين بعض الادويه اللي خصها تجنب مطلقا عند الانسان المصاب بصدفيه على راسهم ماده ديال الكورتيكويد اللي كتخاد عن طريق الفم او عن طريق الابر. وشوف بحال العظيم دوك شنو اللي كاين بلوتو ان هذا الكورتيكويد إذا خديناه بطريقة موضعية لأنه هو العلاج تاع الصدفية كيعالج لنا الصدفية، ولكن إذا خديناه عن طريق الفم أو خديناه عن طريق حقن بالعكس غيكثر لنا النوبة ديال الصدفية. لذلك مادة الكورتيكويد عن طريق الفم أو الحقن ما خصهاش تخد عند إنسان عنده صدفية إلا إذا استدعت الضرورة في شي مرض إكس، وديك الساعة كتكون مباشره مع الطبيب ايتو. كاين ادويه اخرى اللي بحال ديال لا طونسيون ارتيريال، واحد الجوج الانواع اللي تا هما كيخرجوا لنا نوبات صدفيه. كاين واحد العلاج ديال الناس اللي عندهم الامراض البيبولير دوك اللي كتكون لا مالادي لا بسيكوز مانياكو ديبريسيف، كياخذ واحد الماده اللي سميتها لسيل دو ليثيوم اللي تا هي كتقدر تخرج لنا صدفيه عندهم. غنرجعوا لعندك دائما دكتوره نائل دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه وموضوعنا على الصدفيه. رقم التواصل معنا مفتوح دائما 05 22 46 72 50 51 او 52. فاصل اعلاني وراجعين، خليكم معنا على مدغد الإذاعة القريبة منكم دائما مع الدكتورة نائلة دراعو طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. فمرحبا بتواصلكم معنا على الأرقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 أو 52، وبإمكانكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080. كتبوا فقط كلمة صحة، خلوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. قبل ما غادي ناخذ أول مكالمة دكتورة نائلة، كان سؤالي فعطيتينا بزاف ديال العوامل والأسباب اللي كتكون محفزة لظهور صدفية. بغيت نسول على الجنس، واش ذكر ولا أنثى كذلك يلعب دور؟ يعني شكون اللي كيكون معرض اكثر للصدفيه؟ ما كاينش واحد التغير ما بين النساء والرجال، دونك تقريبا بحال كاين الاستعداد الجيني، ولكن ما كاينش واحد نسبه اكثر عند الرجال ولا نسبه عند النساء. نعم، كاين شي خصوص عند يعني شي خصوصيه عند الصدفيه لما كيتصابوا بها الناس اللي عندهم داء السكري؟ نو، حيت داء السكري سورتو كيمرض المناعه، كيقدر يعطينا تعفنات ايتو، ولكن ما كاينش زعما الحالات كنشوفوها اكثر عند الناس اللي مصابين بداء السكري. يمكن الا كانوا معصبين، ولا الا كانوا كيستعملوا بعض الادويه، ولا الا كانوا تعفنات اللي كتزيد على المناطق اللي فيها الصدفيه، ممكن هنا غيشكل واحد المشكل. مي غناخذوه كباركا، يعني ما كاينش واحد زياده بحال الامراض التعفنيه غتبان اكثر عند الناس اللي عندهم الصدفيه. اللي بغيت نزيد هو ان الصدفيه ما كتكونش منحصره غير عند في الجلد، ولا عندها بحال هاد لا فورم اللي تكلمنا عليها، هي لا فورم ستاندر اللي كنشوفوها بزاف، اللي فيها ديك القشره الحمراء وفوق طاشه حمراء وفوق منها القشره البيضاء. ولكن بعض المرات الصدفيه كتظهر على شكل اخر، كيقدر انها في هاد المناطق اللي تكلمنا عليهم اللي كتجي وتقدر تضيع في لوكور كله. بعض المرات ما كتكونش في هاد المناطق وكتجي غير في التنيات، وكتكون عباره عن طياب، دونك هذيك لابارتي كتبان لنا ملتهبه وحمراء بزاف ومنفوخه منتفخه، كتجي ما بين الفخذين تحت الاباط في السره ورا الودنين، دونك فلا ويليا شي بلي كتكون هذا الالتهاب. وهذا واحد النوع تاع الصدفيه اللي كيتسمى لو بسورياتيس انفيرسي، ستادير الصدفيه المقلوبه. دونك اوليو باش تجي في دوك المناطق اللي تكلمنا عليهم لي كونفيكس، كتجي في لي بارتي العكس لي كونكاف. وهذا النوع يقدر يكون كيجي دائما غير بوحدو، هذه النوبات كيجيو بهذه الطريقه. كيف ما كيقدروا الناس كانت عندهم جاتهم ديك الصدفيه العاديه، وفي اطار التطور ديالها جات واحد النهار هكا انفيرسي وعاوتاني رجعت عاديه. يعني تقدر حاله تعطي حاله نفسها، نفس الحاله لقاوها عند نفس الشخص. نعم، اللي سمحتي ناخذ اول مكالمه معنا دكتوره نائله. دليله على الخط من جديده، صباح الخير دليله. صباح الخير اختي، اهلا وسهلا. شكرا. عفاك ولدي اختي جاتو هاد الصدفيه، كانت في غير وحده وبدا كينوض ليها اليوم خرج ليه كامل. ديتو عند الطبيب وخرج ليه واحد جيل دوش وخرج ليه واحد بوماده كتركب في الفرماسيان. شحال عنده من عام الوليد ديالك؟ 3 سنين. 3 سنين مازال صغير على اننا نتكلموا على الصدفيه. وشكون اللي قال لك صدفيه؟ واش الطبيب ولا انت فهمتي؟ الطبيب ديالو قال لي عنده صدفيه. وعنده فين المنطقه هاد؟ خرجت لي في كرشو في ظهره، وخرجت لي وحده في شعره وحمراء والقشره ديالها بيضاء غليظه. قال لي وراثيه. وانتم نيت عندكم حاله في العائله؟ فعلا عند با عنده وحده في رجليه.
بقات غير في رجليه، ما عمرها ما انتقلت بلايص اخرين. لا دونك ماشي صدفيه. صدفيه على الاقل بالنسبه للاب غادي تكون جاته بزاف د المرات، ايتو يقدر هاد الوليد تكون عنده هاد البدايه ديالها وغتكون بداتو بكري، سورتو الا كانوا وليدات اخرين من بعد منه. الا كان تحسن بالعلاج سي تري بيان، بوغ لو مومون ما عندها غير غادي تدوز ديك النوبه ونساو هاد لا مالادي، بوتيتر كما تعاودش ترجع مره اخرى. دونك على حسب تولي كداكشي، علاش في بعض الحالات سي حدوث هاد النوبات بطريقه تكراريه، زائد المناطق اللي كتكون مصابه اللي كتعطينا واحد يعني نظر على الصدفيه، هي اللي كتخلينا نتكلموا على هذا المرض الصدفيه. وفي الحالات اللي كان مثلا وحلنا، ولا مثلا الناس كيطيبوا غير في لي بي ديالهم، ما عمرهم ما داروا بحال هذوك لي طاش اللي تكلمنا عليهم هنا، ولا الحالات القليله راه ضروري كنديروا ديك التحليله. غير كيف ما قلت لك ديجا بعد المرات كنكونوا عارفين الدياغنوستيك، ولكن الوالدين ما كيتقبلوش. دونك ملي كنديروا ديك التحليل وكنتاكدوا صافي بحال كيرتاحوا، سورتو تجي كنشوفوها بالنسبه للاطفال، لان الوالدين كيكونوا مساكن الله يحسن العوان مبرزطين ومقلقين وعارفين ومسؤولين بزاف، وما ما عرفتش شنو بغاو يديروا باش هذا الوليد ما يكونش عنده هذا المرض المزمن، بحكم انه كيبقى دائما ومعروف عليه انه كيبقى دائما. من بعد دليله من جديده نتواصلوا مع بشرى على الخط معنا من سطات. صباح الخير بشرى. صباح الخير. مرحبا بك. الله يبارك فيك. تفضلي بشرى. كان ممكن بغيت نسول الدكتور. نعم لا انا كنسمع. عندي بنيه عندها 13 عام وعندها الصدفيه. ومني كانت عندها 5 سنين. وتبعت لها التريتمون داكشي، ولكن مؤخرا بقيت نتبع لها غير شامبوان. ايوا. الدكتوره تعرفوا المهم دي اف ولا ما نقول. وفي الشعر ديالها هي كانت عندها غير في شعرها ولا في شعرها وفي الحمام؟ عندها في شعرها، وكانت في الاول هبطت لها شويه حلا ودنيها وفليكو، ولكن مؤخرا ما بقاتش فليكو. وكان كتكون فاتها القشره في حجبانها ودنيفها؟ لا لا ما لا كتكون عندها القشره غير في شعرها، ما عمرها ما جاتها في شي بلايص اخرين؟ لا مره وحيده في الوكو وحده من ورا الودن. من ورا الودن، وهي القشره اللي كتكون بحال هكا كتبان لك رقيقه، ماشي قشره غليظه ولاصقه على الجلد وبيضه بزاف. ديال الشعر ديال الشعر كتكون طالعه. المهم الاوصاف اللي قلتي لا لا بالنسبه لهذه ديال العنق ديالها، ديال العنق كيفاش دايره؟ دايره هي حمراء وفيها قشيرات، ولكن كيبانوا لك القشره رقيقه ماشي قشره غليظه بيضاء. رقيقه انا باش عرفت ملي كتمشي للحمام كتبقى حمراء لتحت، فهمتي؟ ملي كتحك كتبقى انطاش. داكو ودابا بقيتي كديري لها غير لو شامبوان؟ غير لو شامبوان. والله يخليك بغيت نسولك اللي مهم، هادشي انا البنيه دابا كبرات وكنت غتصايب شعرها واش هادشي ما عندوش تاثير؟ اولا بعدا مدام باش نهنيك، هادي ماشي الصدفيه بعدا، ماشي الصدفيه لا، لان ديجا عندها غير في شعرها وشحال من عام وما عمرها ما جاتها في بلايص اخرين. الاصابه تاع الوجه والعنق والبلاصه الفوقانيه قليله بزاف الصدفيه الا ما كانتش منعدمه، وعلى حسب الحموريه زائد قشره رقيقه. هذا هو المرض اللي كنا تكلمنا عليه ديال الالتهاب الدهني الجلدي اللي تكلمت في بدايه الحلقه اننا كان في لا كونفيزيون كنخلطوه مع الصدفيه. ملي كتكون سوفون كتخلط مع الصدفيه ملي كتكون مضرور غير الشعر، غالبا كنتلفوا ما بين صدفيه وما بين هذا الالتهاب الدهني الجلدي، ما بين كزيمه ديال الشعر. دوك البنيه ما عندهاش، مزيان انك خليتي لي هذاك لو شامبوان، وغتقدري مثلا دابا سورتو في البرد الحاله كتكثر غتكوني كتعرفيها، الا تعصبات الا ما نعساتش مزيان. في الصيف كتكون مرتاحه ما كتكون لا قرايه لا والو، حتى الشمس عندها دور ايجابي في هذا لا مالادي. بالنسبه الى بغات تصوب شعرها ولا هذا هي با بروبليم، ما كاينش ديك الحراره ديال السيشوا، ماشي مشكل، غير غتصوبو بطريقه مزيانه مره مثلا باقا صغير على انها تصوبو كل اسبوع مثلا مناسبات، وتخلي لو شامبوان دائما باش يبقى ما تكثرش ليها الزيت في شعرها، لان قوه الزيت في هذه الحالات كيزيد يخرج ديك القشره اللي كتكون رقيقه. من الاحسن تستعملي لها الشامبوان وهذا لان كيكونوا كينشفوا شويه، ديري ليها شي ملين لي ابخي باش تساعدها انها تمشطو عادي. المشيط ماشي مشكل بالمشطو؟ بيان سور خصنا نمشطو، نمشطو على الاقل مره في النهار باش نحركوا الدوره الدمويه ديال الشعر وباش نغديو. سي امبورطون المشيط، نحيدوا داك اللي دام من لاغاسين. دونك الغسيل تغسلي دو فوا باغ سومان الا كان الشعر ديالها ناشف شويه، 3 المرات في الاسبوع الا كان ميدم بزاف، وفوالا سي تو. نعم نمشيو هاد المره من بعد بشرى من سطات معنا عبد الرزاق على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير الساده بخير؟ الحمد لله مرحبا بك. الله يبارك فيك. كنشكركم على هذا البرنامج. العفو، مرحبا عبد الرزاق. الله يبارك فيكم استاذه. استاذه شرطتم في الاول على ان هذا المرض يعني في المغرب طبيعه الحال تصابوا به اكثر من 30%. لا 30% بالنسبه للعائله، الا كانت شي حاله في 30% الحالات تاع الصدفيه. نعم. كيكونوا عائليه.
ماشي 30% الإصابة بزاف. دونك تقريبا على حسب الدراسات من 3 حتى 13% اون جينيرال في العالم ماشي غير في المغرب. شكرا. نعم سيدي. هذا مجال من جهة ثانية أنا أقترح مثلا علاش مثلا مادام أدوية ديال هذا مادام هو مرض مزمن علاش مثلا ما يكونش تخفيض حتى لأن الشامبوان يعني صراحة كيطلب واحد التكلفة يعني باهظة فعلا الأدوية ديالو على مثلا وكذلك أنت سيدي مصاب بالصدفية مسيدي شحال ديال المدة تقريبا عبد الرزاق؟ هذا تقريبا من الصور ما كنتش عارفها وبقات كتطور حتى ولات شنو الاماكن اللي في الاول مره الاماكن اللي تصابوا وفين مشات دابا؟ لا في اماكن في الاول كان غير عراسي كان عباره عن غبار رقيقه وهذا تطورت ولات كتنتشر بشكل كدير ادويه فعلا الناس فاستاذ سمعت ان البيو يعني لا بيو ثيرابي راه هادشي اللي غنتكلموا عليه دابا اول واحد دو معنا اللي عنده فريمون حاله صدفيه ولا لاحظتي لو ديسكور ديال كلكان اللي عنده الصدفيه ماشي بحال عارف وعارف المرض ديالو وعالج معاه وعانى معاه وكيتعايش معاه كنتمنى انه سمعتي النصائح اللي تكلمنا عليها ديال ما خصكش ارتفاع الوزن ما خصكش تكون كتستعمل السيجاره والكحول ما خصكش تعصب وتبعد على المسائل اللي كتعصبك واخا ما يكونوش في غياب المشاكل تحاول تقلب على مسائل اللي غادي تريحو يحك نفسيا وتحاول دير دوك حاله ديك لي ويكاند تاع الاسترخاء يمشي الانسان المناطق اللي غيرتاح فيها اي سو ريسورس فيها بحال الباديه بحال الجبل سي امبورطون هذا لان هادشي كيبقى دائما مع الانسان الوغ فعلا بالنسبه للعلاجات على حسب العلاجات على حسب المساحه اللي متضرره بحال ملي كتكون مساحه قليله كنقتصروا على الكريمات ملي كتكون مساحه اكثر هنا كنديروا العلاج على حسب العلاج معنا عبد الرزاق مازال معنا تخي بيان كنديروا علاجات على حسب الحاله دونك كاين بزاف العلاجات اللي موجوده واللي عطات واحد التحسن غير هو شنو هو المهم هو ان دائما خصنا نديروا الميزان ما بين الدواء اللي غنقترحوا وما بين لي زيفي سكوندير ديالو والاعراض الجانبيه اللي غادي تكون يعطي لان سورتو حتى هاد الدواء اللي كاين كيعالج النوبه فقط ما يمكنش ليه يقول المول البسوريازيس ما غتبقاش ترجع لك غير هو فاش كنديروا هاد العلاجات اللي غنتكلموا عليها كتخذ بطريقه عامه يعني اما عن طريق الفم او عن طريق الحقن وملي كنديروها بطريقه مزيانه كنخليو ان هذاك المريض كيبقى واحد المده لا باس بها انه مرتاح وما فيهش دوك الحاله ديال الصدفيه الوغ العلاجات اللي متوفره كاينه الميثوتريكسات دونك هذا ماشي اسم كوميرسيال عنده اسماء الكوميرسيال ديالو الميثوتريكسات هو واحد الميديكامون قديم صافي تقريبا اكثر من 40 عام باش كيتستعمل في مرض الصدفيه كيتخاد عن طريق حقن اسبوعيه ماشي الكورتيكويد حيت شحال من واحد كنعطيو الحقنه كيفكر ديريكتومون في الكورتيكويد سي با الكورتيكويد كندير واحد التحاليل الدم قبل الناس اللي عندهم قصور في 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 الكبده ديالهم ما كيمكنش لهم ياخذوه الناس اللي عندهم امراض في التنفس وعندهم امراض المزمنه اللي كتخلي التنفس قليل بحال الضيقه بحال الناس اللي كانوا كيكميو بزاف ايتو حتى هما ما كيمكنش لهم ياخذوه دونك هادو هما تقريبا اما من غير هذا الشيء انه اكسبتي مزيان في لو كور ما عندوش اعراض جانبيه رخيص جدا في لو بري ديالو كيتخاد تقريبا مره في الاسبوع ماشي كنديروه في اي حاله ملي كتكون المساحه ديال المنطقه اللي متضرره كبيره تقريبا فايته واحد 30% كنستعملوا مراقبه كتبقى تقريبا كل اسبوع في الاول من بعد كل 15 يوم من بعد كل شهر وكنحبسوه ملي كنشوفوا ان بلانشيمون تاع لابو يعني لابو ولات نورمال ما فيها حتى شي طاشه ديال الصدفيه كنقصوا بشويه كنحيدوه كيمكن انفوتوا النوبه اللي كتكون كثيره اي سورتو كنعطيو المريض واحد لا شونس باش ما تبقاش ما تجيش بسرعه الوغ من غير هاد الميثوتريكسات كاين واحد الدواء اخر اللي كيتسمى لي ريتينويد دونك واحد عنده واحد الاسم كوميرسيال دونك هما سي دي ديريفي دو لا فيتامين ا هذا باغ كونتخ عنده بزاف تاع الاضرار وخصو تحاليل قبل وكيضرنا في لي ليبيد دونك لي تريغليسيريد وفي هذا دونك يقدر يعطينا واحد الخلل فيه عاد من بعد فيه واحد لو ريسك عند المراه لا فام ماشي الراجل عند المراه فاش كتستعمل هذا النوع تاع الدواء كنقولوا لها انها ما خصهاش تولد عامين من بعد ما تساليه علاش دكتوره علاش حيت كيدخل في التكوين ديال الجنين وكيقدر يعطي واحد التشوهات خلقيه دايوغ هذا هو اللي كيوقع معاه واحد الخلط مع الدواء اللي كيتعطى في حب الشباب شحال من واحد كيصحاب هذاك الدواء حب الشباب اللي كنعطيو اللي كينشف هو اللي تاهو ما خصش المراه تحمل عامين من بعد الوغ هنا كاين خلط بيناتهم لان تقريبا هما من نفس العائله ولكن ما عندهمش نفس الاضرار ونفس التاثير دونك هذا عند المراه فقط اما الراجل ما عندوش هذا المشكل مي الراجل غالبا حيت ما كنعطيو حتى كتكون كذلك لا سيرفاس
ناس اتانت كثيره دونك خصها ما تكونش عنده مشكل في الشحمه وعنده لوبيزيتي ولي ليبيد ديالو يكونوا مقادين دونك كتبقى حتى هي واحد لا سورفيونس هذا الوغ هادشي كاين عاوتاني لا فوتوثيرابي وهو العلاج بالاشعه الفوق البنفسجيه اللي كيعطي نتيجه مزيانه مستحسنه غير هو خصك جوج حتى ثلاثه المرات في الاسبوع يخضع الانسان لهذا العلاج اما في كاين دابا في كازابلانكا كاين لو سي اش دونك لوبيتال وكاين واحد الكلينيك اللي عند مجهزه بهذا النوع تاع لي زوفي اللي كدار في مرض الصدفيه كاين كذلك واحد العلاج اخر كيتسموا لي زيمينو سوبريسور هما ادويه ديال المناعه دونك كاين واحد الماده اللي سميتها لا سيكلوسبورين الناس اللي كيعندهم صدفيه راه غيكونوا فايتين شي نهار بروبوز عليهم الطبيب شي علاج من هاد العلاجات حتى هاد الدواء عنده حتى هو بعض الاعراض الجانبيه كيقدر يطلع لا طونسيون كيقدر يمرض لينا الكلاوي دونك خصنا مراقبه جد وكمم كنستعملوه في الحاله اللي ما كنقدروش نعالجو بادويه موضعيه والعلاج الاخير هادشي كله باش نرجع للعلاج الاخير اللي تكلم عليه الاستاذ هي لا بيوثيرابي لا بيوثيرابي هي العلاج البيولوجي اللي دابا كيدار في بزاف المجالات مجالات تاع الامراض الجلديه مجالات الامراض السرطانيه اللي عطانا بزاف الامل في بعض الامراض الالتهابيه دونك هذا النوع ديال العلاجات اللي حتى هو كنخليوه حتى الاخر ما يمكنش نجيو نستعملوه هو الاول حيت عنده بزاف تاع الاعراض لانه خصو يدار في لوبيتال خصها تكون او لوبيتال دو جور يعني في السبيطار يومي خص مراقبه كيدار عن طريق حقن قبل كنعرفوا شكون الاكي اون فادوني سا عنده واحد العواقب من بعد على التعفنات وخص واحد المراقبه جد ستريكت الناس اللي كياخذوا هذا العلاج ومع ذلك بالصعوبه ديالو وكذلك بلوكو ديالو غالي بزاف هادشي اللي بغى يتكلم عليه الاستاذ غالي بزاف دونك كيف كاين الحمد لله بعض لي ميتويل دابا اللي كيرجعوه وبعض لي اسيورونس بريفي دونك والتكلفه ديالو زائد الاعراض ديالو ما غتخليناش نعطيوه دائما حتى الاخر حتى كنكونوا جربنا هادشي كله وفي الاخير راه غنديروا هذا العلاج ونقدروا نبقاو مزيانين واحد عام ولا عامين وعاود ترجع المرض يعني ماشي كنعطيو علاج فعلي نهائي يعني امل في بعض الحالات اللي كتكون كثيره واللي ما قدرت فيها حتى شي حاجه ولكن هذا من بعد كتقدر الصدفيه تعاود ترجع. نعم مع الصدفيه دكتوره نائله المناعه ديال الانسان اللي كيتصاب بالصدفيه كتاثر بزاف؟ المناعه لا يعني في الوقت ديال الحاله ولا ديال النوبه؟ الادويه لا المناعه ما كيكونش هناك خلل في المناعه كاين ادويه بحال هاد لابيوثيرابي غتهبط من المناعه شويه الادويه اللي كتحيد المناعه بحال اللي تكلمنا عليه لا سيكلوسبورين حتى هي كتنقص شويه من المناعه ديال الانسان دونك سي بور سا مي هو مناعته الداخليه عادية في الحالة اللي كنشوفوا تأثير بيناتهم هي فاش كتصيب الناس المصابين الفياش أو فقدان المناعة المكتسبة دونك كتكون حتى هذيك الصدفية كتكون كثيرة بزاف بواحد الصورة ما كتبقاش تعالج بهذ العلاجات الأخرى وكيكون مشاكل أخرى الحمد لله ما عندناش بزاف تعليقة بحال هكذا. نعم نمشيو هاد المرة من بعد عبد الرزاق اللي كان معنا من مدينة الدار البيضاء نتواصل مع باقي المستمعين وهاد المرة محمد على الخط من إرفود أهلا بك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله الله يبارك فيك الله يسلمك. الدكتور عندي واحد المشكل انا دابا نعم نضيع واحد العبو في ان اوميم طون خاصنا نشوفوا امراض اخرى اللي كيمكن لها تعطينا الحكه كيف ما شرفنا واحد النهار في الحلقه تكلمنا على انه فاش كتكون عندنا شي مرض سورتو هادشي في الامراض الجلديه ما خصناش نربطوا اي حاجه بانت فينا بهذاك المرض يعني غنبقاو عندنا الصدفيه واي حاجه خرجات غادي نقولوا راه هي الصدفيه نو ملي نشوفوا ان المنظر ديالها ماشي هو هذاك ملي غيظهروا اعراض اخرى ارتفاع درجه الحراره قيح شي حاجه مختلفه على داك الشيء اللي كاين كيجينا عاديا دونك هنا خصنا نمشيو نشوفوا الطبيب لان تقدر تكون امراض اخرى مصاب مثلا مرض الصدفيه يقدر يجي تعفن في الجلد ديالو تقدر تجي الحكه اللي هي الجربه وهنا غادي يولي كيحك الوغ كو الصدفيه ما كتحكش دونك الحكان كيكون ما كاينش الصدفيه الا كان اما كتكون مشكل نفسي اما مرض اخر مزيود على مرض الصدفيه تطرق كنا تكلمنا على الاعراض ديالها وكنا تكلمنا على انه كتقدر تظهر بشكل اخر على الصدفيه اللي كتكون مقلوبه او بسورياديس انفيرسي بعد مرض الصدفيه ما كتكونش عباره عن حموريه وقشره كتكون عباره على نبيلات عامرين بالقيح فوق الجلد ديالنا تقريبا كله كيتسمى لو بسورياديس بيستولو بيستولو هما لي بيستول هما واحد البقيعات عامرين بالقيح بلو بو او هذه ستون فورم تاع الصدفيه كذلك اللي كيمكن ليها تجي عند شي واحد عارف راسو عنده الصدفيه العاديه كيف ما كيمكن لها تجي هكاك بدايه عند شي واحد ما عمر ما كانت عنده بحال الحاله ديال الصدفيه كتقدر الصدفيه كتقدر تبقى منحصره غير في اليدين وفي الرجلين وكنسميوها لو بسورياسيس بالمو بلونتير بالمو سي لا بوم دو لا ما و بلونتير سي القاع الرجل وكتبقى الحياه كلها غير في اليدين وفي الرجلين وما كتمشيش لمناطق اخرى
الوغ في هذه الحاله كيقدر يمكن لنا اننا نديروا التشريح الطبي لا بيوبسي باش نتاكدوا منها، لان كاين امراض اخرى اللي كتقدر كتبان غير بحال هكذا. كاين الصدفيه كذلك تاع الاظافر اللي كتقدر كتبان على شكل تقابي في الضفران او على غلوديه ديال الاظافر، كتصيب الاظافر تاع اليدين والاظافر ديال الرجلين كذلك. كاين الصدفيه اللي كتكون كتبان في اللسان على شكل دوك التنيات اللي عندنا في اللسان كيكونوا واسعين وكبار، ولا كتبان لنا حتى لا لونغ كبيره بزاف بارابور لهذا، وكيبقى هذا لو سين. يعني باغمي لي شوز اللي حنا كنقلبوا عليها ملي كنفكروا في الصدفيه كنشوفوا كي داير اللسان، كي دايرين الضفران ديال اليدين وديال الرجلين. الصدفيه كذلك كتقدر تبقى غير في الجلد كيف ما انها كتقدر تصيب العظام، وهنا كنتكلموا على لو بسورياسيس ارتروباتيك. ارتروباتيك هو لي زارتيكولاسيون او العظام ديالنا، دونك وكتصيب العظام. هنا فين غنلقاو بانها كتصيب الصدفيه ديال العظام كتجي عند الرجال اكثر من النساء، لذلك غالبا ما كيجي راجل عنده صدفيه كنطلبوا ليه في حضور في وجود بعض العلامات في العظام كيديروا ظهره ولا كيديروا ركبيه، كنطلبوا ليه راديوات ديال العظام ديال الظهر سورتو ديال الظهر ديال الركبي كذلك. وفاش كتكون الصدفيه يمكن تقدر تبقى في حالات قليله غير في العظام وما عمرها ما تجي في الجلد، سوفون كتكون في الجلد وفي العظام. وهنا حتى العلاج كيختلف، هنا باين ديريكتومون اننا غنديروا علاجات كتخاد عن طريق الفم ماشي علاجات موضعيه، لان كاين اصابه داخليه ما كنعرفوش شكون اللي غادي يجيه العظام وشكون اللي غايجيه اللي فيه القيح وشكون اللي غادي يجي غير اللي في اليدين، وما كيعنيش ان شي واحد جاتو في الجسم ديالو ضروري غتمشي ليه العظام. دونك لذلك اون بو با سافوار كاين اللي كتبان فيه هكا، كاين اللي كتبان فيه فيهم بجوج، كاين اللي كتجي غير حاجه واحده. نعم، كان سؤالي دكتور نائلي بما انه شرتي على انه حتى يعني التركيبه والشخصيه ديال الانسان كتلعب دور، يعني الناس اللي كيكونوا عايشين الضغط والتوتر بزاف، الناس اللي كيهزوا الهم لاي حاجه واخا كتكون بسيطه بزاف. فكان سؤالي على العدوى، يعني كنتخيل هاد الناس اللي هما يعني بهذه الشخصيه وفيهم الصدفيه والنظره ديال الاخر، فهنا علاش كيمشى سؤالي للعدوى الصدفيه واش فيها العدوى ولا لا؟ علاش؟ لانه كنشوفوا ناس اللي ربما لما كيشوف هذوك لي طاش ولا كذا كيحاول يتفادى ذاك الانسان، يقدر ما يسلمش عليه، يقدر اللي كيوقع. الصدفيه هو مرض غير معدي نهائيا، وكنشوفوا بزاف الامهات اللي كيجيو في الفتره الدراسيه سورتو فاش كتكون الصدفيه جات في الراس، واللي حتى المدرسه كيطلبوا منهم واحد رساله من الطبيب كياكد بان هذا ماشي مرض معدي. وحتى مالوغوزمون حتى في عالم الاطفال يعني الصغار وكيكون داك شوش فيك انت هذا ما غنسلمش عليك شوش عارف كيدير، دونك اكثر من لي زادولت. مازال البالغين كيشوفوا شي حاجه وكيسكتوا ولا غيتجنبوا بلا ما يجرحوا، اما الاطفال لا سبونتانيتي ديالهم كتخليهم كيصدموا بعضياتهم بكلام اللي كيكون شويه قاصح وما كيكونش بيان فيكو سورتو عند نفسيه الاطفال، وهادشي اللي كيخلي حتى الاباء كيمرضوا ما كيعرفوا اشنو ما يديروا. وهنا كنقولوا سورتو الوالدين انهم يحاولوا ميم سي كنقولوا حنا هكذا راه اون اغيف دائما اتريتي دوك النوبات ان شاء الله بالمساعده ديال بيان سور الوالدين، وكنحاولوا نشوفوا شنو هادي ونقدوا هادي وهادي 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 باش كندوزوا ديك المرحله، غير يحاولوا ما يمشيوش لشي مسائل خاط اللي غتكون عليها خطوره عليهم. دونك اما ياكلوا شي حاجه عطاها لهم شي واحد ولا يديروا شي خلطات اللي غتقدر تكون مسمومه على الجلده ديالهم. دونك من الحاجه يعني ما نحاولوش نعالجوا بالمرض. ابسط مثال دكتور نائل، ابسط مثال الحنه، الناس اللي فيهم صدفيه الحنه مثلا تنقش هذه الامور، الحنه بعدا الا داروها باش يعالجوا ديجا كتنشف، وعندهم الصدفيه كتكون اصلا نشوفيه في الجلده وهذوك لي طاش حمرين وفيهم قشره بيضاء، دونك ملي كيطر عليهم الحنه كيزيدوا ينشفوا يقدروا يتفلحوا. دونك هذا الا كانت جلده صحيحه ما فيها حتى شي حاجه يمكن هاد النساء يديروا الحنه ينقشوا يا با بروبليم. نعم، اذا وصلنا دائما تواصلنا مع المستمعين الكرام وارقام مفتوحه 052 42 72 50 51 او 52 والرقم 50 80، كتبوا فقط كلمه صحه في اول اس ام اس اللي غادي تبعثوا به، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 50 80. نورا على الخط معنا من مراكش، اهلا بك نورا. نورا صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. فاطمه من الدار البيضاء ماشي مراكش. اهلا وسهلا بك فاطمه من مدينه الدار البيضاء، قالوا لي نورا من مراكش. اهلا بك فاطمه حبيبه. الله يجازيك بخير. عندي بنتي فيها الصدفيه كانت لها في راسها ودابا ولات لها في رجليها بجوج. فين؟ في في الركابي ديالها ولا فين؟ لا في سيقانه. شحال عندها من عام؟
عندها 15 عام وديتها الطبيب ثلاثه الطب اللي ديتها وخرجوا لها الضوء داك الشيء، ولكن دابا ناطله دابا في رجليها. لا كتبرى وعاود دابا عندنا تلا مره اخرى كتبرى وتترجع دابا ديال رجليها ما حيدتش لا ما براتش. غير سمحي لي هنا لاله فاطمه، هاد ثلاثه ديال الاطباء اللي خديتي عندهم البنيته كلهم قالوا لك راها صدفيه؟ قالوا لي كلهم صدفيه. وياك وسميتو تخرجوا لي الدواء ديالها ديال سميتو ديال الشعر، في الاول كانت لا في شعرها دابا عاد طورات. والنفسيه ديالها كيفاش كتبان لك انت؟ لا هي عصبيه وي بزاف بزاف وكتتعصب وقال لي ما تاكلش الحوت الكحل وحيد لها لدام، ولكن هي ما تاكلش هي الخضره ديال الدار، هذا هو المشكل. واش غليظه اوسي عندها ارتفاع الوزن؟ لا رقيقه، لا رقيقه ما غليظاش. وهاد الحاله دابا اللي فيها دابا خصك تعالجيها، رجعي عند الطبيب اللي شفتي. لا رجعت شحال من خطا ترجع، ولكن دير رجليها خرج لها واحد الحليب تدهن به رجليها ولكن تيبقاو لها داك بحال الحبوب غليظ شويه. واش بحال الصدفيه استاذ طاشا حمراء وفوق منها فوق منها قشره بيضاء وفوق منها قشره بيضاء قشره بيضاء ولا علاج في شعرها كانت لها قشره غليظه غليظه هي ولات رقيقه ما بقاتش غليظه. داكوغ دابا بالنسبه لهذه الحاله الحمد لله عندها منحاصر كوميم باقي ما فايت حتى 2% من لا سيرفاس اللي اتانت، دونك كاين علاج. العلاجات الموضعيه راه على راسها ماده الكورتيكويد اللي خصو يدار عاوتاني بطريقه طبيه وما يبقاوش الناس يديروه بوحدهم. كنشوفوا مالوغوزمون حالات ديال الناس بقاو كيشريوا هاد البومادات بوحدهم كيديروها دائما حتى كيجيونا في واحد الحاله ديال الجلده الرقيقه العروق محلولين بزاف عرفتي شي مناطق العروق كيبانوا كلهم ديال الرجلين بحيث انهم كيستعملوا ماشي كريمه في النهار تيوب في النهار كيديروه يوميا 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 باش ما تجيش ديك القشره وكيوصلوا للسكر كيوصلوا لهشاشه العظام كيوصلوا للطونسيون كطلع زعما ما خصناش نبقاو نشوفوا بحال هذا الشيء. النوبات نخليوها للمتخصص بحال دابا خصها ترجع عند طبيب متخصص. عاود توتالوغ شار الاستاذ عبد الرزاق اللي كان التدخل ديالو مزيان انه الغلاء ديال هاد الادويه فعلا مالوغوزمون في العالم كله ماشي غير في المغرب. الشامبوانات والصابونات والحليب ما دخلش في لي برودوي اللي كيرجعوا في لا ميتويل، دونك يعني ماشي غير مشكل ديالنا غير في المغرب، ميم اون فرانس او زيتازوني في العالم كله كيعتبروا بحال تجميليه دواء تجميلي كوزميتيك للاسف. حقيقه الامراض كتبقى، لان عاوتاني ما نساوش ان هاد المواد يمكن كتكلف تكلفه اكثر وعاوتاني الا دخل دونك سي بور سا كو ما كترجعش. باغ كونطخ الفانيد ماده الكورتيكويد اللي كدار موضعيا، العلاجات الاخرى اللي تكلمنا عليها بحال مثلا الميثوتريكسات كيرجع في لا ميتويال، الادويه الاخرى حتى هذيك لي سيونس اللي تكلمنا عليهم تاع لا فوتوثيرابي او العلاج بالاشعه الفوق البنفسجيه تيب بي كيرجع في لاسيورونس داخل في الادويه اللي كتكون غومبورسي باغ لي زاسيورونس ولي ميتويال، حتى ميم لامون كيرجع فيها. دونك وحتى وجوده في لي زوبيتو بوبليك بحال ابن رشد دونك يخلي ان اكسيسيبل حتى للناس اللي عندهم الرماد، دونك او موا سا والادويه كترجع بلا ميتويل. مالوغوزمون الكريمات ولي شامبوان وداك الشيء ما كيرجعوش. كاين جمعيات اللي كيعالجوا مرضى الصدفيه، دونك على راسها جمعيه جلدي اللي كاينه في ابن رشد واللي دارت بزاف ديال لي ترافو من شحال هادي وجوسكا مانتنو كيعاونوا الناس اللي كيكونوا معوزين وما عندهم حتى شي حاجه. والجميل فيها على انه المسؤولين على هذه الجمعيه هما اطباء اللي في نفس المستشفى. نعم. كنا ضروري كنا نعم. وكيف راه هذا الشيء لما كتلقى اخصائيين واطباء واللي هما عارفين وشافوا هذه الحالات وكذا اسسوا واحد الجمعيه اللي من خلالها نعم فعلاً يساعدوا هاد الناس. المؤسسين من هنا كنشكروهم مؤسسين هذه الجمعيه اللي هما عارفين راسهم بلا ما نذكروا الاسماء واللي كانت الحمد لله عندها وقع وعاونت بزاف الناس خاصه في هذه الادويه اللي ما كترجعش في لا ميتويال او ماشي غومبورسي، منهم كريمات ومنهم شامبوانات وباقى لحد الان الابواب ديالها مفتوحه. خاص الانسان يمشي للسيرفيس اللي هو النمره 42 وكيتم دراسه الحاله عند واش عندها نيت امكانيات ولا لا، الشهاده ديالها ديال الاحتياج ايتو، وكتبقى ديك المساعده اللي كتدوم في الوقت بالنسبه للامراض المزمنه الجلديه. نعم رجعي لعندك دائما دكتوره نائلة دراع طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر، ودائما في حلقه اليوم برنامجكم صحه وسلامه على ميد غاديو. فاصل اعلاني وراجعين خليكم معنا. برنامجكم صحه وسلامه مازال متواصل معكم رفقه الدكتوره نائلة دراع طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر، وموضوعنا اليوم على الصدفيه. غادي نمشيو
الاس ام اس دكتوره نائله من عند نوره من مراكش كتقول دكتوره نائله بغيت نقول لك عندي بنيته في العمر ديالها 9 سنين كنلاحظ على انه الوقت اللي كنديها للحمام وكنحك ليها بالكيس كيولوا فيها طبايع حمرين وكيدوزوا بواحد القشره وكيحكوها بزاف بغيت نعرف واش هنا ضروري خصني ناخذها عند طبيب اولا نوقف ليها غير الحكان وما بقاش نديها للحمام دون ان برومي طون توقف لها بعد الحكان وما تبقاش ديال الحمام وتستعمل ليها شي حليب مية دم باش تبقى تدهن ليها لو كور ديالها يقدروا يكونوا هادو غير علامه ديال النشوفيه ديال الجلده والحساسيه مع النشوفيه ملي كتكون كثيره كتقدر تعطينا بحال دو ليكزيما دونك فيك الحكان بزاف ما كيبانش لي بان هذا مرض صدفيه الا بقى فيها هادشي تما تديها عند طبيب متخصص اس ام اس معنا من عند دريس من مدينه الدار البيضاء كيقول ان كناخذ الدواء اللي خاص بالعلاج ديال الصدفيه وكناخذ الدواء ديال السكر غير الكينه ماشي ليبرا بغيت نسول دكتورة نائلة واش كيكون شي تأثير ما بين الدواء ديال السكر والدواء ديال الصدفية لأنه بعد مرات كنلاحظ الوقت اللي كناخذهم بزوج كيتزاد عندي المشكل ديال الحكان دونك مالوغوزمون ما قالش لنا شنو النوعيه تاع الدواء اللي كياخذ الا كان كياخذ شي دواء عن طريق الفم عن طريق الفم كنظن لانه قال اقراص حتى بالنسبه للسكري اقراص الوغ الا كان عن طريق الفم الادويه اللي كاينه تاع الصدفيه عن طريق الفم هما دوك جوج الانواع اللي تكلمنا عليهم لا سيكلوسبورين اللي هو عباره عن دواء اللي كيمشي كيحبس الالتهاب وبيان غادي يكون كياخذ الدواء الاخر اللي هو من ديريفي تاع لا فيتامين ا الوغ هادو بجوج عند اللي كاين عند مريض بدا السكري تيب 2 لانه هما اللي كياخذوا الاقراص غالبا ما كيكون تار ارتفاع الوزن دونك لذلك خصو هنا فين يدير اتونسيون من هاد الدوايات مع الا كان عنده ارتفاع الوزن والدواء ديال السكر وديال السكر دونك سكي فيه هو غالبا خصو من غير انه يعالج الصدفيه حتى الى تقاد له السكر ديالو وضعف مزيان خصو يعرف بان حتى الضعف غادي يعاونو حتى باش يتغلب على مرض الصدفيه وما يبقاش يجيو دوك النوبات بزاف اس ام اس من عند حكيمه من الرشيديه كتسولك دكتوره نائله كتقول لك واش الصدفيه الا كانت في الشعر كتنسل معها ولا كتحيد معها الشعر ما كيعاودش يرجع نو غالبا لا الا الا كان واحد الالتهاب مزمن وكانت بحال قشره غليظه اون كاسك وبقات موده وما عالجناهاش ممكن انها تخنق هذا ماشي بحال الامراض اللي الاخرى اللي كتنتف معها الشعر ملي كيمشي الشعر من البلاصه اللي كيكون فيها هذيك القشره غالبا ما كنفكروا في التونيا ولا كنفكروا مثلا في الثعلبه الثعلبه ما كتكونش فيها القشره ولا امراض اخرى اللي كتصيب لنا الفروه ديال الراس بحال واحد الامراض الالتهابيه اخرى اللي سميتها لوبوس بحال واحد المرض ديال لاساركويدوز بزاف الامراض تقدر ملي تجينا في الشعر وملي كتسب في الفروه ديال الراس كتدي معها الشعر وكتبقى هذيك البلاصه ما كاينوش فيها الشعر دونك هنا الا كانت عندها بحال هذه الحاله بحال هذه الحالات خاصها تلتجا ديريكتومون لطبيب متخصص في الامراض الجلديه نعم دكتوره نائله مجموعه من النصائح نذكروا بها انت شرتي بزاف ديال الامور اللي عندها علاقه بالوقايه بالنسبه للصدفيه فبها نعاودوا نذكروا ونختموا اللقاء ديالنا اليوم من برنامج صحه وسلامه ان شاء الله بالنسبه كاين الامل الحمد لله دائما في حدود نوبه العلم وصل انه غيعاون الناس انهم يتفاداو ديك النوبه اللي غتكون فيهم على حسب النوبه والحد ديالها والمساحه اللي مصابه غادي نبروبوزيو ديك الساعه العلاج المناسب والنصائح اللي خصها تكون اولا نحارب ارتفاع الوزن ما ناخذش لا سيغاريت والكحول لان ممنوعين عند لي جون اللي عندهم صدفيه ما نحكش بالكيس ونيدغات البشره ديالي يوميا لان كتكون فيها نشوفيه نحاول ندير جميع الاشياء اللي غتخليني نبتعد على لو ستريس كو ساسوا لو ستريس اللي العقل ولا لو كور ولا مشاكل ولا لو مود دو في كله نحسنوا باش نكون في مورال جيد جدا ونبتعد على الادويه اللي تقدر تصيبني بالصدفيه على راسها الدواء اللي كيتستعمل بزاف هو ماده الكورتيكويد عن طريق الفم او عن طريق الحقن مرضى الصدفيه ما خصهمش ياخذوا لانه يقدروا يسببوهم في حدود نوبه في الجلد ديالهم الانشطه الرياضيه مثلا كنعرفوا انه الرياضه كيخصها واحد اللباس معين الانسان اللي عنده صدفيه وكيمارس مثلا الرياضه وكيعرق وهاد الامور كلها كيكون تاثير اكثر على صحته ولا لا با دو تو بالعكس الرياضه كتعاونه معنا ان المغالي بقى مزيان غير فاش غادي تكون ديك الحاله الصدفيه في لوكور ديالو بالنسبه للرياضه ديال السباحه او لاكواجيم ما غيمكنش يديروها لان بريمو الكلور غادي يزيد ينشف لهم الجلده ديالهم زائد ملفت انهم غيتعراو فيهم داكشي الناس غيقدر ما يعجبهمش الحال وغاديك النظره ديالهم اللي غتزيد هما تازمهم دونك ملي كتكون فيهم كثيره نتجنبوا السباحه
ألف شكر لك دكتورة نائلة، شكرا على طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر، إن شاء الله موعدنا معك الأسبوع المقبل إن شاء الله بحول الله. إحنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، إن شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد، ودائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم في الحلقة ديال غدا. لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون وفاء فايز فندر رفقتني في الإخراج، وسميحة كانت في استقبال مكالماتكم. صبيحة سعيدة، إلى اللقاء.